بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر جريدة تيزنيت 37 على هذه الاستضافة. بالنسبة لهذه التظاهرة اللي نظمتها جماعة تيزنيت بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات ومن القطاعات العمومية وسلطات محلية وأمنية كتعلق بالسلامة الطرقية في النسخة ديالها الثانية. هاد السنة هذه يعني على غرار السنة الماضية تمكنا أن يعني واحد العدد من الجمعيات المحلية يعني شاركت بمختلف الأنشطة كما شاهد تجميع يعني منذ يعني 14 في هذا الشهر هذا حتى نهار 20 في شهر فبراير من سنة 2017. يعني غادي هاد التظاهرة فيها مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الفضاءات كذلك تستغلت على رأسها ساحة المشوار اللي فيها مجموعة من الأروقة ومجموعة من الورشات اللي في الحقيقة لقينا واحد نوع من التفاعل من قبل الساكنة ديال المدينة ومن قبل الأطفال ديال المؤسسات التعليمية بمختلف الأصناف ديالها. كاين تنشيط مهم للحلبة ديال السلامة الطرقية وتقديم مجموعة من التوجيهات في هذا الإطار لفائدة الناشئة على اعتبار أن الهدف من هذا النشاط هو التحسيس بأهمية السلامة الطرقية اللي كتلمس جميع الفئات الاجتماعية. الجماعة تيزنيت كذلك يعني على غرار السنة الماضية حاولت يعني أنها تدير واحد الالتفاتة لعدد من السائقين المهنيين وكذلك السائقين ديال القطاعات العمومية والسائقين كذلك ديال الجماعة على أساس أنها يعني هذه الالتفاتة هذه هي واحد النوع من العربون على تقدير واحترام لهاد السائقين اللي يعني تشتغلوا في طيلة المسار ديالهم المهني دون ارتكاب حوادث ودون وقوع في إشكالات المرتبطة بالسير والجولان. كاين كذلك من بين الأنشطة عندنا مجموعة من الأنشطة الرياضية كأس السلامة الطرقية لرياضة فنون الحرب يعني كأس السلامة الطرقية في الرياضات الوتيرية. كاين كرة الطاولة، كاين مجموعة من الرياضات الأخرى اللي الحمد لله يعني كل هذه الفئات كلها اشتغلت وساهمت ونظمت وتعاونت في هذه النسخة الثانية اللي نتمناو أن يعني تكون النسخة المقبلة إن شاء الله أكثر تطورا سواء من حيث الأنشطة ولا من حيث كذلك الأفكار الجديدة اللي ممكن أنها تقترح في أفق الافتتاح ديال حلبة السلامة الطرقية لمدخل مدينة تيزنيت من جهة أكادير يعني بحلول يعني السنة المقبلة إن شاء الله. كنتأسس هذه الفرصة وكنشكر جميع الفاعلين، كنشكر بالدرجة الأولى يعني الأطر ديال جماعة تيزنيت في جميع الأقسام والأعوان ديالها اللي تجندوا جميع باش أن هذه النسخة تكون في أحسن حلة، كما كنشكر القطاعات